ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الفنان عبد القطب، ملحن ومطرب وفي نفس الوقت ممثل. بدايتي الفنية كانت من الصغر كما هو معروف، دائما النشأة تكون من الصغر، وكنت مولوع بفن التمثيل، أبو الفنون. ومن ثم انتقلت لدار الشباب الزرقتوني وابتدأت أمارس التمثيل مع المرحوم نشيط البشير، حتى آخر سنة كانت في 1976 بعد المسيرة. كنا نيت آخر مسرحية عملت معهم هي المسيرة الخضراء، كان فيها لحن وغناء وأداء. كانت رحم الله من توفى وأطال الله العمر في الباقونة. من ثم انتقلت للعد البلدي بالدار البيضاء، وكان الملزوم علي أنني نمشي في المسرح، فإذا به انتقلت للميدان الموسيقي. قريت الموسيقى ثم عند مرحوم أستاذ سليمان شوقي، الله يزداد عليه الرحمات. ومن ثم انطلقت المسيرة ديال الطرب والفن والغناء وما جاورهما. ومع ذلك بقيت أمارس التمثيل والسينما، قمت بعدة أعمال على الصعيد السينمائي. كان مدير الكاستينج سي محمد رداني استدعاني عدة مرات في بعض أفلام مسلسلات إلى آخره. وبديت تنشتغل على أنني خصني ندير شي حاجة ديالي أنا. فعلا قمت بعدة ألحان ونشرتهم وراهم تيدعوا في الإذاعات، القنوات الإذاعية، والحمد لله أمور غادية مزيان. ومؤخرا قمت بألبوم من 4 أغاني، من كلمات سعيد تويت إدريسي، كان مجموعة ديال أغاني تتلخص على المواضيع الوطنية، منها أغنية الصحراء، الصحراء المغربية، وبلادي بلادي، وتيبي لله، ومليت الغربة. فهذا الألبوم الأخر في الحقيقة لقى واحد الصدى رائع، صدى جميل من طرف الناس اللي تعرفوني، ولا حتى كذلك الناس اللي ما تعرفوني شيء، نلحتوا لقى إقبال جميل. وفي هذا الشهر المبارك وهاد تنقدم بعدا لكم ألف مبروك على الشهر الفضيل. ومن ثم طاحت الفكرة أنني ندير شي حاجة على شهر رمضان، فكانت المفاجأة أنني تلقيت صدفة مع الصحفي والفنان الكبير أنور حكيم. قال لي راه عندي شي كلمات على رمضان، قلت له صيفطهم لي في الواتساب. اشتغلت عليهم فعلا، دخلت الاستوديو سجلتهم ولحتهم، ولحنا الأغنية على بعنوان فرحة رمضان. حتى هي لقات واحد الصدى جميل جميل جدا، لأن الأغاني على رمضان عندنا في المغرب قلالين بزاف، ما كاينينش، معروفين على رؤوس الأصابع أغاني على رمضان. وكانت البديرة حسنة، ولقات الصدى ديالها الطيب زعما صراحة. ومن ثم مؤخرا تلاقيت مع الفنان المقتدر محمد بلقانية، كنا تناقشنا على اساس اننا يدير شي البوم ديالو هو. فكان الاقتراح جانبي انني صوبت له 4 أغاني، ودابا راه حنا خدامين فيهم، قريبا ان شاء الله غادي يخرجوا للوجود 4 أغاني زعما داك الطراز العالي.
واستعملناهم في الطريقه العصريه اللي كاينه دابا، يعني الستيل اللي كاين دابا، هذا الستيل الجديد، وهذا من ناحيه الايقاع، من ناحيه التوزيع الموسيقي الى اخره. وفعلا كنتمنى ان هذا الالبوم ديالو حتى هو يلقى واحد الصدى جميل وشجعونا الناس عليه. وهذا هو عبد القطب الفنان اللي تيخدم في الخفاء، فهمتي، تنخدموا في الخفاء، وتنتمناو الناس انهم يشجعونا، فهمتي، وراه التشجيع ديالهم هما باش حنا تنزيدوا الامل، تنخدموا وتنعطيو. بالنسبه للعمل ديالك في الطرح ديال الوباء، لقيتي شي صعوبات؟ و كجميع الفنانين الصعوبات، لان الانسان بالعكس هي كورونا جعلتنا اننا نشتغلوا في ديورنا، اللي كاتب تكتب، اللي مؤلف تالف، اللي تلحن تلحن، لان لقينا الوقت، كان الوقت، فهمتي، الوقت الكافي. صراحه انا خدمت في هاد كونفينمون كورونا هذه، زعما خدمت بزاف، كتبت شحال من حاجه ولحنت شحال من حاجه، زعما صراحه. وفي نفس الوقت راه درت اغنيه، على درت اغنيتين راه هما في اليوتيوب، مليوحين. وحده درتها على الكمامه، وحده درتها على جلس في دارك. كلمه اخيره، وشوف، بدون جمهور ما كاين والو صراحه، لان اللبنه الاولى، فهمتي، والاساسيه هو الجمهور. الجمهور هو اللي تيشجع، هو اللي تيوصل، هو اللي تينشرك، فهمتيني. الجمهور بغى يوصلك راه يوصلك، بغى يطيحك يطيحك صراحه. تنشكر الجمهور المغربي شكر جزيل، بلا بهم راه حنا ما كاينينش صراحه. تيحبوا الفن المغربي، وتيحبوا يعني جميع الفنون المغربيه، لان المغرب تبارك الله غني غني. شوف غير الفولكلور ديالنا شحال فيه من ايقاع، شحال من وزن، شحال من، فهمتيني. وتتمنى ان حتى الشباب اللي هو تاعد تبارك الله عليهم، هاد الشباب اللي هما في الحقيقه يعني كانوا الرواد من الاولين، خرجوا الاغنيه المغربيه ما وراء الحدود، فهمتي، على الصعيد الدول الخليجيه والدول الشرقيه، فهمتي، الدول المغاربيه. وكذلك هاد الشباب تا هما نجحوا في الاغنيه المغربيه وطوروها شيئا ما، عصرنوا عدد تنقولوا حنا يعني الاصاله والمعاصره، ولكن تا هما خرجوا الاغنيه ما وراء الحدود وصلت الشرق والخليج، تبارك الله عليهم. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.